فالمشاكل على الترشحات اللي تصير اليوم.
شباب قعدنا في 40 سنة، وقلت لكم المرة اللي فاتت في فرنسا 18 سنة نجم يكون مدرسة. فهو شعار لا أكثر ولا أقل. ثم من جهة أخرى قلت راه السنة القصوى هذه راه جاء بها بن علي. جاء بها بن علي في ظروف معينة وطلع فيها وقت اللي حصل. لكن كيف تشرب أنت السنة القصوى رئيس الدولة؟ أي رئيس الحكومة؟ كيف ما تسكر عليه المقدام يجيك حتى؟ على ما تسكر عليه الرئاسة يجيك في الحكومة، شنو عملنا وجاب ليه؟ هاو ما نجحناش. هاو ما نجحناش. حيث الشرط هذا ماهوش موجود، الشرط هذا ماهوش موجود، ما تلقاش في الأنظمة الديمقراطية. كما قلت لكم بغض النظر عن السن. ثم حاجة حطوها مانيش فاهم جديدة، هي جديدة أما ممكن متوقعين، لا في حكاية السن زاد كيف كيف. راهو النص ما تصيغوش على الاشخاص اللي باش يترشحوا، احنا نعملوا نص للاجيال القادمه وللوضعيات اللي تجي تتبدل. ف تنجم تقصي، تحب تقصي الخصوم السياسيين نتاعك بالسن هذا، لكن زاد كيف كيف تحب السن هذا ربما ما تحبش تحكم انت. تحب تبقى خارج النص الدستوري، هذا يذكرنا في ولايه الفقير. وقت اللي انا نحب مثلا السيد راشد القنوشي يترشح لرئاسه الجمهوريه. يعني علاش مثلا يقع الدفعه بفلان ولا بفتان ولا السياسه راه فيها الشجاعه. والشجاع هو الذي يأخذ الحلبة ويتنافس المتنافسون، واللي يحب القاعدة الديمقراطية أن الشعب يختار زيد ولا عمرو ولا فله ذلك، أما أن يبقى خارج الترشحات ويدفع نسبين هذا مش مقبول، مش مقبول في الديمقراطية. دونك عندنا السن، الجنسية، والدين حكى عليها السن منذ حين معناها ما يدخلش. هذا كي مره اخرى كما قلنا معناها انت تبحث على التجانس، هذا ماهوش معقول، هذا مش معقول. ثم الدستور راه كما قلت هو النص اللي ما نجموش نبعثوا فيه بصوره رساله سلبيه خاصه للاقليات. عمر ما تبعث لها رساله سلبيه، بالعكس هو تونسي ويزمك تحترمه اللي هو تونسي وتقول له راه المناصب الكل على ذمتك، بقى راه الشعب هو اللي باش يختار، اللي باش يطلع صوته صح عليه. هذا بالنسبه للرئيس الجمهوري. بالنسبة للحكومة، بالنسبة للحكومة معناها ما خلاوش بالبخار. قلنا لهم راهو بالنسبة للحكومة مش لازم تدخل في التفاصيل. هذاك يحطوا المرشح الأول وكذا والائتلاف الأول، راهو رئيس الجمهورية ما ينجمش يعين شخصية ما عندهاش الأغلبية المطلقة في البرلمان. ما ينجمش. إذا يجب اختصار المسألة هذه، يعين رئيس الجمهورية، يعني رئيس الحكومة، وبعد هو بالطبع إذا كان ياخذ مسؤوليته، إذا كان باش يختار شخص اللي ما عندوش الأغلبية، بالطبع مش باش ينجح. ثم من جهة أخرى، وهذه راهي كارثة كبيرة، أنا إذا كان كنت مع طريقة الاقتراع، وفهمت طريقة الاقتراع على القائمات النسبية مع أكبر البواقي، لكن ذلك المجلس التأسيسي كأنه هذا تسوية وطنية ولازم تكون موجودة وما يزيدش ثم أغلبية مطلقة إلى غير ذلك، راه أتونسيون، إذا كان تحبوا تبحثوا على الاستقراء، وهنا أنا نرى أحزاب مع كل أسف، أحزاب تبحث عن السلطة فقط ولا تبحث عن استقرار النظام السياسي، أنه مش نلقاو مشاكل في تكوين الحكومة، لأنه إذا كان باش نمشيو بالنسبية باش نلقاو مشاكل في تكوين تعرف باش تكون في سيف نساء، ثم باش توصل الأغلبية المطلقة باش تلقى صعوبات، وباش تلقى أحزاب ربما اللي باش تتنازل على برامجها، ثم من جهة أخرى تعطيه 4 أشهر، يعني رئيس الدولة عنده 4 أشهر. وشفتوا أنتم احنا قعدنا شهرين تقريبا باش نلقى حكومة بطريقة الاقتراع. لا يا سيدي الشعب التونسي المرة الجاية لازم يعرف شنو يختار. راهو التأسيسي ماهوش البرلمان. وافضل طريقه اني نعرف الشخص اللي باش يترشح. دونك لازم يكون طريقه الاقتراع على الافراح. لازم يكون طريقه في دورتين. والتحالفات تجيب القاعده. وتتفرض فرضان التحالفات في المساله. بحيث الحكومه راه لازم تكون عندها زاد كذلك اغلبيه مطلقه. مش عندها تاكل 5 سنين نتاعها وبعد الشعب تاخذ 5 سنين. بحيث مساله تكوين الحكومه هذه ترتبط كذلك بطريقه الاقتراع، كما يقولون لنا راهو تحكيو عن النظام السياسي وما عندكش طريقه الاقتراع هذا مش ممكن، واحنا سمعنا ثم توافق على طريقه الاقتراع، لكن هذا راهو يخدم الاحزاب لكن لا يخدم استقرار النظام السياسي. هذا بالنسبه للارتقاء، بالنسبه للصلاحيات قعدنا دائما في نفس هي متنافقه كل صراحه. شنو بلي يجي رئيس الدوله تقول
يستقطبوا. هاي ولد ما تغششت يا سيدي، سلمت مره اللي فاتت بعد المعلومه، المره هذه باش نسلم ما نعرفش شكون، ساعه فهمتي عارف معروك، مشيت لداري ما نعرفش فين نغشش، تعرف تشوف التفاصيل على كل حال. حيث هذا مش ممكن، الاستقرار النظام السياسي معناها ماهوش ممكن. بالنسبة ل ثم مسألة كنت اقترحتها ما خذاوش بالخاطر فيها، هي الذمة المالية. تو رئيس الدولة وقت مش خايف منك تعملوا بيه، هي تجي تخاف من الديكتاتورية تعملوا بيه. ثم فصل قلت رئيس الدولة اللي مش يترشح ومش يفوز اسمه قدم تصريح تاع الذمة المالية نتاعي. عطيت مقترح في الاتجاه هذا، حطوه في ظني في الفصل 20 ولا 22، لكن فاغمون احنا حاجتنا رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية رأسا هو اللي يقوم بالعملية دي. حيث ما فهمناش مسألة التعيينات. بون ثم تطور تعيينات في الوظائف العليا والمدنية إلى غير، ولكن شنو اقتراح باش قالوا هما مطابق من رئيس الحكومة، مطابق من رئيس الحكومة. ثم التعيينات، ثم في مسألة التعيينات حتى بالنسبة لرئيس الجمهورية ثم الفصل ما يستقيمش، يقول لك يتولى رئيس الجمهورية المهام التالية، وبعد يبدأ دوك في تقرأ الفصل هذاك اش معناها؟ معناها تنتهي المهام في الفصل هذاك أورسني بابريك. ثم من جهة أخرى يعني الترتيب مثلا في خصوص الوظيفة التشريعية ما بقاش احترام قواعد السيارة، يعني مثلا الدول الوظائف مثلا الوظيفة ساعدت تبقى التعيينات بعد الوظائف التشريعية، ثم كذلك بالرقابة، مسألة الرقابة إلى غيره من المسائل. هذا بالنسبة للصلاحيات ما زالت ماهيش واضحة بين الحكومة وما بين الرئاسة، ونحن ماشيين ما زلنا ماشيين مرة أخرى نفس الفكرة السابقة في تصادم مباشر بين الحكومة وبين رئاسة الدولة. اش تبقى؟ تبقى العلاقة بين الصورة. وين الرقابة؟ اللي مشكلة كبيرة. الرقابة. ساعة حصلوا السياق على مستوى مسؤولية رئيس الدولة، حاجة باهية. مسؤولية قانونية، لكن غلطوا. قالوا إعفاء. الأمر ما يتعلقش بالإعفاء. الأمر المجلس النيابي لهنا سوف يتهم. ماهوش فكرة الإعفاء اللي موجودة في القانون التأسيسي. لأنه يعني كان مجلس ينفرد بالعملية هذه نحكيو على الإعفاء. المجلس سوف يتهم رئيس الجمهورية. والمشكلة الحكم هي المحكمة، محكمة مسؤولية تصدر الحكم والحكم تاعها في العزل حاجة ليه، يعني عنده مسؤولية قانونية. لكن أنا خاف من المحكمة الدستورية، تقول محمد صالح يحكي عن المحكمة الدستورية، وهذه مرة أخرى الجمع بين الليل والنهار صورة أخرى، أنه جاونا في المحكمة الدستورية وقالوا لنا أغلبيتها متكونة من المختصين في القانون. شنو معناها؟ معناها الباب سوف يفتح لمن يذهب للمحكمة الدستورية والمكانة نتاعها باش تطيح، وسوف يقع تسييس الرقابة على رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية ما عادش حاجتنا فيه باش نطيروه معناها. هذه النقطة الأولى. بالنسبة للحكومة، لائحة اللوم، قلنا راهو الترشيد هذيك معناها تقديم حكومة بديلة تجي في دولة اللي رئيس الدولة عنده صلاحيات شرفية، لكن دولة رئيس الدولة قاعدة صلاحياته تكفي. ثم من جهة أخرى إذا كان مشيت على اعتماد طريقة الاقتراع هذه تمثيل النسب والمشاكل اللي باش نعرفوها، ثم بعض المهام باش تقفل. إذا على الأقل رئيس الدولة اللي يمثل الدولة لازم ثم المهام، معلش لازم تكون عنده مكانة هامة، لازم المهام هذيك تتواصل إلى أن معناها تتكون هذه الحكومة، ولو أني كما قلت ضد هذه الطريقة في الاقتراع. ثالث حاجة وهو ما ثماش توازن وما هوش نظام برلمان. توا البرلمان شوفوا سي لا ديكتاتور دو بارلمون، نفس المنتجبة نتاع المجلس التأسيسي، هذا هو نفس عجبته. أنه رئيس الدولة مسؤول الحكومة لا يحتلو ايه، وين السلطة التنفيذية؟ باش نعمل لك انت كبرلمان؟ ما عنديش الحق نحلك، لا عندك الحق فين؟ إذا عجزت كان في صورة وحيدة، إذا كان عجزت على تكوين حكومة في النظام البرلماني لازم تكون عندي أنا يعني عندي حتى أنا عندي سلطة تقديرية وقت اللي مانيش فرحان به لو ديفورس لي با في كونيشيون. نقول لك معناها حل البرلمان، نطلب حل البرلمان، وهذا شكون ينجم ياخذ؟ رئيس الدولة لازم يكون أربيتر. رئيس الدولة لأن يعني الأزمات هذه راهو يلزمها دواء، يلزمها حلول، والحلول هذه لازم تكون شخص، تكون عند شخص. فمن هنا كيف نعمل حكومة ورئاسة متصادمين ونعمل برلمان قوي، شنو اللي باش ينجر عليه؟ شنو اللي باش ينجر عليه؟ اللي باش ينجر عليه هو أنه معناها بخلاف عدم الاستقرار، بخلاف غياب التوازن اللي نبحثوا عليه، احنا قلنا نبحثوا على آلية التوازن، تعطي سلاح لهنا لازم تعطي سلاح للآخر. حصيروا ثم عديد من المحاور ما رزمه ما نجحش المدافع نتاعي، لا كملت في الخاتمة معناها نحب نقول هذه راهو لا إلا قراءة ثالثة لنسخة ثالثة بعيدا عن الوفاق كمفهوم في تونس بني على التنفيق والنفاق. شكرا.
فوق، وشكرا لي لأبي تخصيصاتي للنفسي.